طالب سنة خامسة كلية هندسة، بدرس هندسة مدنية في جامعة بيرزيت. طبعا صار لي 5 سنين في بيرزيت، ما تمكنتش من إني أروح على غزة ولا أشوف أهلي. في بدايتها كان له تأثير سلبي، لأنه كان نفسيا كان صعب جدا الوضع، لأنه أنت ساكن برضه مع طلاب من الضفة الغربية، فكان في أي عيد أو في أي إجازة كل الطلاب بيروحوا بيشوفوا أهليهم، وأنت بتجد نفسك بين 4 جدران، ما في حدا تحكي معه، ما في، فكان هذا وضع صعب جدا يعني. كون هذه المشاعر دائما مصاحبه الاجازه، فكنا احنا من دون كل طلاب غزه تحديدا، من دون كل طلاب الجامعه لا نتمنى الاجازه. احنا خلصنا توجيهي. طبعا طبيعة الحال في طلاب استمروا يدرسوا في غزة، في طلاب طلعوا على أوروبا، في طلاب طلعوا على روسيا، في طلاب على الولايات المتحدة. لكن سبحان الله، كيف أنا درست في جامعة بيرزيت، الفارق إنه كان الطالب اللي بدرس في الولايات المتحدة أو بدرس في الصين أو بدرس في أوروبا كان كل سنتين على الأكثر كان يتمكن من زيارة أهله، فكانوا هم يتصلوا علي يحكوا لي هينا التمينا كلنا مع بعض وهم موجودين وعاملين مثلا حفلة، أو يعني إنهم التم الشمل. حكوا سبحان الله كنا حتى اللي جاي من أمريكا أو جاي من الصين أو جاي من أوروبا موجودين وقاعدين مع بعض. مين ضايل أحمد الصالحي اللي هو في الضفة الغربية. كل لحظة تتوقع إنه يواجهك جندي احتلال يطلع على هويتك ويكشف إنه أنت من غزة وبرح لك معادلة بسيطة. في طلاب كانوا معك وترحلوا على غزة، بعد الفيلم مش خايف إنك يراعوا رد الفيلم إنهم يسبب لك إشكالية وتنتقل لك؟ يعني هو مثل ما بيحكوا يعني غريق لا يخشى البلد، فأنا في أي لحظة ممكن إنه أترحل على غزة مثل ما هم ترحلوا، فيعني الشغلة مسألة وقت يعني، فأنا راح أترحل يعني، أو راح أنا أروح، فإن كان هذا الفيلم أو غيره أو يعني، فكل يعني لو صار الترحيل مش راح يكون إشي مش متوقع، بالعكس إشي متوقع جدا موجود في الحسبان طبعا. انت لما تحكي عن حالة زي هاي 5 سنين غياب، فطبعا اشي مخيف. لا شك انه حضن الام واحتضان المنزل الي شعور مشتاق له جدا، بس برضه خائف انه احس بالغربة في غزة بعد ما اعود اليها.